باش نقصد الله الخدمة تويك فهمت بسم الله يطلع نيك والله مقبل نحكي انا وحبايب هذا جملة قال لي اخي بكري كنت في تونس ماشي كنت باش تقدم تعمل تعليم سياقة قلت صحيح قلت صحيح اما صاحبي انا ما عنديش وسع بال باش نعلم واحد السياقة يا باش فما مشي امور معك ما تمشيش معايا قال لي كيفاش قلت واش نعطيك انا مثال ونحكي بجد انا عندي اللي تعلمت عقب السياقة ويبدأ يحكي لي في قصص الاكشن اللي صاروا عليه ما تندهش معايا انا ما ننجحش فيها فهمت تكرر ممكن تنجم تقول له اسمع شد نيك البولا اعمل هكا رسبي كذا ومع طفلة مع مرأة مع طفلة معناتها نجمش شو تقول لها شو تقول لها دور على اليمين تقول لك عاهة تقول لها عصبة قل له اعمل دورة على الرومبوا تطنيك لك دورة على الرومبوا شو قل له قل له بلا يزيد اعمل بين الستة اخرين و هو بطنيكني بسبع حجرات تكتب لك عمر يا حجة شنو زب قل له ايه يبدأ دور وخلني نزبي نحن غرباء عك ولا اش تحب شنو ما فهمتش وشو اللي تعويش مين دورة على الرومبوا تطنيك لك مية دورة اش نعطيك حكاية اخرى وتفهم علاش يا صاحبي انا منجيش انت معلم تعليم السياقة خلاقي في سرمي من عند ربي ليه ليه تخرالي في كيف زبي سيدي نسا يشد لك الفولا تشد لك الفولا هكا بزوز صوابع وقل لي لا نكذب زبي يا سيدي اش نوريك لحظة خير خل شد لك الفولا بزوز صوابع هكا من مشيرتين فهمت هكا تقول شدة حولية فهمت اش تنفضها هكا ولا فهمت شو تلفت له وقال له شنو شو اسمه اش تقول لي فولا فهمت وهي شدته هكا شو قال له لاني يكون رد بالك يقطر عليك الشحور الزبي كعب زلابي شد الزب كمك شد بالكده الفولا الزبي ما اللي تبدل بين الفيتاس شنو كعبة مخارق الزبي هكا الفلان شدوه ها كعبة زلابي سمي بسم الله وهبة تقدم صار مما زبي الفلان زلابي أما ورد بالك يقطر عليك نجمش ما نجمش في نهارين ثلاثة الرخصة تتناكل زبي ما تجيش ما يجيش ولا تقول له شد يمين عندهم يخافوا فهمت مو كي تبدا تسوق في الكهرباء تبدا مازلت ماكش متمرس ديما تحس في روحك لاصق برشا لليمين فهمت تبدا ديما باعد فهمت تنيك في شطر الكياس ولاحظها بالحق لاحظ الراجل كي يبدا يسوق يبدا ديما شد اليمين بالقدا المراه لا تبدا خايفه خاطر علاش اغزر انت من الكهرباء تبدا تسوق يبدا يظهر لك ديما تقول عليك اش تخرج تنيك التروتوار ولا حاجة ديما اشتر الكهرباء يظهر لك الزبي في اليمين النساء يسوقوا على اليسار ايش نحل الشباك ويقول اه معلم ابعد الزبي كياس الوالد اه شريطه الكياس ما نجمش تكون معلم سياقة ما عنديش وسع البال لا في ساعة نجهل في ساعة نهبل فما اخلاقي في جعب زبيز هيا خلينا مع الموضوع المنيك هذا علاش حبيت نجاوبك وروح نيك هكا تحشي فيه تبقوحب على زبي يا سلمي بون باش هكا تمغور في زبي في موضوع كي جعبك هاي سيدي انا دخلنا على الضروط